الأرض، الشعور بالانتماء إلى الأرض كانت خاصية رئيسية لنخب تلك المرحلة. ولا ننسى أننا بنينا هوية الدولة الناشئة والمستقلة على العروبة الإسلام بوانشينا نقطة. رأسنا الأمازيغية يعيدنا إلى هوية الانتماء إلى الجغرافيا التي نضع عليها أقدامنا. والسلوك المتهور ديال التيار السلفي هو سلوك الآن كيصبح يعني متجاوز بالجواب اللي أعطته الدولة، لأن الدولة جاوبات على هاد الناس وأقرت رأسنا الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة، وصبح الكلام ديالهم خارج سياق وخارج التاريخ. كنعتقد بأن التيار السلفي عنده مشكل مع تاريخ البلد لأنه ما كيعرفوش، كاين واحد المقدار كبير من الجهل وكاين عدم اطلاع، والإنسان اللي ما كيعرفش واحد الحاجة على حقيقتها كيحقرها أو كيعتقد أنها ما عندهاش قيمة. وهاد الناس هادو ضحايا ديال الإيديولوجيا أجنبية بعيدة عن البلد، لأنها بعيدة بألاف الكيلومترات، وحتى نمط التدين اللي هما كيحملوه أو اللي هما كيتبنوه هو غريب على الثقافة المغربية. ولهذا كنعتقد بأن إلى رجعنا للمؤلفات ديال الفقهاء المغاربة، فقهاء ديال سوس، واش نكتبوا على رأسنا الأمازيغية، غادي يكون درس لهاد الناس، بحال مثلا محمد المختار السوسي اللي كتب نصوص جميلة على رأسنا الأمازيغية، وهناك أيضا اللي كتبوا على التقويم الفلاحي من الفقهاء، وهذا شيء يعني مهم جدا، يمكن نعتبره أنه كيمثل الجواب من داخل المنظومة الدينية لهؤلاء الناس. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.